اليوم هيك سمعنا مع بعض مقطع من الدلعونة زي ما سمعت طبعا كمان بصوت زكي نصيف عن الدلعونة من الأساس من أصل الكلمة. يسموها دلعونة اليوم، هي غلط، هي بالكلمة السريانية دلعونة، يعني رحمه دشبايو رأس الدلعونة، يعني هم على العونة. وسمعت كتير بغنوها بداية من لبنان والفنان وديع الصافي. على دلعونا على دلعونا يا طير الطاير غني. بما انه حكينا عن دلعونا واحنا بنحكي عن فن بلدي، فاخترت نسمع بصوت الفنان اللي جاوبه قسم من المستمعين جواب صح، الفنانة دلال ابو امني بنت ناصري، غنت الدلعونا بموسم الزيتون، كان هذا مشروع جزء من مشروعها الخاص. كانت رائعة، عادة رأس الأساطيح الترابية كانوا يعملوا، ما كانش فيه بطون بهذاك الوقت، ولكن في محادل، ولكن في شيء يرصوا بإجرايهم، كان يطلعوا على السطح ويعملوا له نظام، يتكاتفوا هيك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بكف.